هي الحكمة أخذت اللي بنوصلها مع بجدية الوقت. وقت وقفت مع أمل بوشوشة بثلاثية من ثلاثيات اللي اشتغلوها الأخوين نعمو، كيف حسيت حالك بالتمثيل؟ يعني عملت جهد، يعني ما كانت شغلة سهلة، ما كانت شغلة سهلة. هون رجعنا للموهبة. إيه سبحان الله، بس تكون الموهبة فعلية وأصلية بتلاقي في سهولة. إيه يعني أنا مش هلا لأنه أنت، بس إنه بتطلع فيك كيف بتمثلي، بحس انه واو هين التمثيل. ايه كيف؟ لا هو منه هين، هو الموهبه القويه بتحسسك انه الامور بسيطه وسهله. انا وقت بعد بلحن بسهوله لانه هون موهبتي، وقت جيت امثل لا كانت صعبه. كيف لما شفت حالك على المونيتور اول مشهد عملته؟ قربت على المونيتور شفت ايه حالك؟ اكيد بدي اشوف حالي. شو حسيت؟ اول انطباع شو كان؟ قلت انا ايش يعني، انا بمطرح ثاني مختلف، لكن الغناء، وانت جربتي الغناء كمان. ايه طبعا لعبه الغناء مختلفه، ما فيها هالجهد هيدا الموجود هونيك، والمتابعه وبتقوموا بكير وبتضلوا لوقت مأخر، صح، وبتنطروا وقت متعب طويل جداً. طبعا كثير متعب. بس في بين قوسين كبار في متعه غريبه. ايه انا اللي ما خصني وحسيتها، اللي هي انه قلت لك اياها بوقتها، بتجرب تعيشها مره ثانيه؟ بتفكر اذا انعرض عليك تجربه التمثيل مره ثانيه؟ اني ايه اطلع ارجع اطلع من حالي. نحن بالفن بالموسيقى عندي انا كل الوقت بطلع من حالي شوي وقت اكون على المسرح، بس بضل ضمن اطار النص تبعي انا بالضبط، وضمن اطار الايمج تبعك. بس التمثيل لا، انت رحت على شخصيه ثانيه، غير مطرح، غير مطرح، وانت مغامر وبتحب تروح. ايه في شيء هوني، بس اكيد اذا اجى دور ما بيشبهني نهائيا ما رح اقدر اعمله. اكيد يكون شيء قريب علي، بس اني اطلع من حالي شوي واقدم شيء بضل جواتي هالجزء هذا.